فبآخر محطاتنا الصباحية مشاهدينا لليوم رح نحكي فيها عن التحصيل الدراسي اللي يعد عملية مهمة ومن أهم خصائص البحث العلمي. رح نحكي اليوم عن أهميته وأسبابه والأسباب اللي بتؤدي لقصور أو ضعف الطلاب بعض الطلاب في درجة الاستيعاب اللي بتأثر على تحصيلهم الدراسي. رح نحكي أنا عن أنواع التحصيل الدراسي والعوامل المؤثرة فيه مع ضيوفنا، ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الباحثة التربوية هدية الرفاعي وأيضا طالبة ميرال الأسعد. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم، كل خير وسعادة. صباح الخير، كيفك يا ميرال؟ صباح النور، تمام. أهلا وسهلا ميرال، قدي عمرك؟ أي صف أنت؟ أنا ميرال الأسعد، صف تعسى من مدرسة سليم حسن شعي. أهلا وسهلا فيكم. هدية، وقت بنحكي عن التحصيل الدراسي ومفهوم التحصيل الدراسي والفروقات بين الطلاب، خلينا بداية نعرف شو هو يعني مفهوم هذا المفهوم. التحصيل الدراسي هو نتاج ما يحصله الطالب أثناء تعمقه في المادة الدراسية وبلغ مستوى محدد من الإنجاز. نعم. يعني إذا هو المنتج اللي بيقدمه الطالب ويصل بمعنى يصل إلى مرحلة البراعة أثناء الأداء، يعني مكللا بالاختبارات المقننة أو الاختبارات الكتابية. نعم. تمام، خلينا نروح لنحكي عن أهمية التحصيل الدراسي، كيف بيكون أداء الطالب فعلا فعال في مستوى الدراسي؟ تأتي أهمية التحصيل الدراسي من كونه مصدر إلهام وإبداع لدى الطالب عندما يغوص بنفسه معتمدا على نفسه في المادة الدراسية والأفكار المرتبطة بها ويحللها تحليلا منطقيا ويخطط وينظم بالأفكار. أيضا تشعره بأنه لديه انطباع عن نفسه بأنه ذا شأن وأهمية ومؤمن بتسخير مقدرته على تطوير قدراته وإمكاناته وبما يحقق استقلاليته. إذا التحصيل الدراسي يحقق التوافق النفسي وتفادي الوقوع في المشكلات، فالطالب أو الطفل هو مدرك وواعي بأهمية الدراسة وبما يتوافق مع تحقيق تنظيم الوقت. إذا نعم. هو مؤشر هام على تحقيق النجاحات وجعله محبوبا من قبل الآخرين. يمكن اليوم أنسي هدية، اليوم خلينا نقول النشاطات الإبداعية والفنية بتزيد مهارات هذا الشخص بالتحصيل العلمي. اليوم ميرال يعني كمان في جانب آخر بحياته غير التحصيل العلمي، يعني نتعرف هدول الرسومات. صف الثامن مكتوب انه صف الثامن. طيب خلينا نحكي عن هاي الابداع، عن هي الهوايه، وانا هيك راح اقلب لك اعمالك على الكاميرا كرمال نستعرض هذا الجمال. بلشت من لما كان عمري 6 سنين، كنت شوف بابا وهو عم يرسم ويخطط، فكنت احب انه يصير مثله. 6 سنين ولهلا بعدك بنفس ال، بس تطورتي سنة عن سنة، تطورتي. يمكن بلشتي بقصص صغيرة، يوم عن يوم صرتي تاخدي رسومات أكثر يعني. فصرت إنه هيك أتدرب لحالي، وكمان كتير الشكر لبابا لأنه هو كان كتير يشجعني، هو اللي علمني على الرسم. مين هاي؟ من عندك هي؟ لا، أنمي. هلو ميرال، انت طالبة صف 9، اليوم مبلشة بهدول الرسومات موهبة خلينا نقول بالإضافة للدراسة، لأي مدى ممكن تكملي فيها؟ هل ممكن تأثر أو تقل عندك هي الموهبة أو الإبداع بمراحلك الدراسية؟ ممكن أنه توفقي بين الاثنين؟ حلو. ايه ممكن. كتير حلو اليوم. حلوين الرسومات كتير. بورتريت تشبهك ليلى شوي. ما؟ شلون الشعر. ايه. حلوين. قد ايه بتقعدي هيك وبتاخذي وقت على كل رسمه؟ ممكن تكون ساعة ساعة او ساعة ونص. هدول رسومات بقلم رصاص؟ ايه بعضهم، مو هيك؟ طيب رح نرجع نكفي معك ميرال، بس نرجع شوي لعند هدية. اليوم بنشوف احيانا اطفال او اشخاص عندهم ضعف بالتحصيل الدراسي، واكيد اليوم في منشا وفي اسباب، ان كان اسريه ان كان بالمدرسه، عده اسباب اليوم بتساهم بهذا الضعف. شو هي اهم الاسباب؟ بدايه بنعرف الضعف التحصيل الدراسي شو هو. ضعف التحصيل الدراسي هو عدم قدره الطالب او الطفل على مجاراه ومسايره بقيه اقرانه في سرعه الاستيعاب والاداء العالي. من أسباب ضعف التحصيل الدراسي فينا نقول تشتت الانتباه وبطء الاستيعاب وقلة التركيز. قلة التركيز هي سببها عدم النوم الكافي، عدم أخذ قسط من الراحة، أيضا خلافات مثل ما ذكرت، خلافات أسرية تؤثر بشكل سلبي على أداء الطالب،
وتؤدي إلى عدم تحقيق تنظيم الوقت وعدم مسايرة باقي رفاقه. فيني نوه على شيء مهم، انه الكثافه او الاعداد الكبيره داخل الغرفه الصفيه بتؤدي دور كبير لتشتيت الانتباه، عدم انسجام الطالب مع المدرس، وبالتالي الشرود وقله الانتباه. طب اليوم دور الاهل بهذا الشيء، وباي عمر ممكن الطالب فعلا يكتشف انه هو عنده ضعف التحصيل الدراسي، او ممكن يكون عنده فعلا نجاح بهذا المجال؟ هلا هذا بيعود لمتابعة الأهل دائما بشكل دوري وتواصلهم مع المدرسة. يعني الأهل مهمتهم هن التنشئة السليمة وتوفير الأجواء المريحة القائمة على التفاعلات الأسرية والتفاعل ما بين الطفل وذويه. فيعني الأسرة هي التي تقوم على تهيئة كل السبل والإمكانات. لازم تكون ما قبل المدرسة بأي عمر؟ هلا ممكن يكون بداية منذ المراحل العمرية المبكرة للطفل. يعني فينا نكتشف ضعف الأداء من خلال ونعالجه، صعوبات التعلم. فيني كمان نتذكر صعوبات التعلم إذا لم تتم معالجتها بشكل بالوقت المناسب بشكل فعال، فهي تساهم بشكل كبير بأداء سلبي لدى الطالب. اليوم ميرال عم نشوف رسومات جدا جميله، وشفنا هيك لوحه للجندي المجهول والترمز للشهداء ولا سوريا. اليوم شو طموحك فيما بعد، يعني بالاضافه للتحصيل العلمي شو بتحلمي؟ اصير دكتوره. والرسم وهي الهوايه؟ هوايه بس. ما راح يعني ما حتكون مثلا مستقبل لإلك خلاص بالطب فقط؟ ان شاء الله بنشوفك هيك اشهر طبيبه، وكمان اللي بنشوف لك هي حلوه بتفرغها، يعني بتفرغي طاقتك ابداعيا. اليوم هديه، اليوم كمان عندك رساله انت تربويه ورساله انسانيه، وهي توجيه هدول الطلاب. شو اهم الرسائل المفروض يحملها المعلم اليوم؟ يعني انا اوجه رساله للاهل دائما يوفروا الاجواء المريحه للطفل، دائما يركزوا على بناء الطفل بناء سليما بما فيه اعطائه، يعني ترك المجال للطفل للتعبير عن افكاره ومشاعره وبناء القيم والمعارف، اكتساب المهارات من خلال تواصله مع اصدقائه، من خلال عرض الانشطه، تهيئه افلام كرتونيه متحركه. في الطفل منذ بدايه من سن عقد اصفاره بيحب الالوان والحركات، ندعمه بالافلام الكرتون. ايضا يعني جلب او عرض كتب وقصص ذات قيمه وذات فائده للطفل تعبر بما يناسب رغباته وحاجاته. أكيد اليوم تفضلي. نوه لشيء مهم، إنه استخدام التكنولوجيا، يعني تعاون الأهل مع المدرسة هو المفتاح الأساسي للنجاح. طبعاً ضمن الأسرة وضمن المدرسة استخدام التكنولوجيا بشكل سليم بما يوظف تفاعل الطالب معها وبما يكسبه مهارات جديدة. اليوم للأسف عم نشوف أغلب الأطفال حتى من أعمار صغيرة، يمكن أعمار الأربع سنين وأقل، عم يروحوا للموبايلات للسوشيال ميديا، عم يندمجوا فيها بشكل كبير، يمكن حتى غالبيتها بطريقة سلبية. لما منوصل نحن لمرحلة المدرسة بدنا نقدر نضبط هدول الأطفال، عم يكون في صعوبة. قديش مهم اليوم الانضباط بهذا الشيء من أعمار مبكرة؟ يعني الانضباط بيعود لدور المدرس وتعاون أولياء الأمور مع إدارة المدرسة الكادر التربوي، فالتعاون الوثيق والحوار البناء فيما بينهم يؤدي إلى فعلا يعني تنظيم وقت الطفل، بعاده عن الروتين، وملء أوقاته بما هو متجدد وحيوي ويفيد الطفل ويعطيه مزيدا من المهارات والفوائد القيمة التي يحتاج إليها ويرغب بها. طيب هدية، بسؤال أخير، نحن على أبواب افتتاح العام الدراسي الجديد، واليوم يعني في تجهيزات كان من الأهالي والطلاب نفسيا وماديا ومعنويا كل شيء. اليوم نحن على أبواب 8 شهر يعني حنبلش، شو أهم النصائح اللي بتحبي تقوليها اليوم للأهالي وللطلاب ليبلشوا هاي السنة بالشكل الصحيح؟ هلا أهم شيء التركيز منذ بداية السنة من عدم إضاعة الوقت. نعم، عدم دائما الأهل بحب وجه رسالة لأهل عدم التدليل الزائد للطفل، الإفراط في الدلال الزائد يؤدي إلى يعني اضطرابات لدى الطفل، و
توجيه يعني إبعاده عن الجو الدراسي، أيضا عدم فرض آراء الأهل على الطفل وعدم تقييده والضغط عليه بالأداء التحصيلي عالي. طبعا يعني فينا نقول اقترانه أو جعله حلقة متصلة مع أقرانه ومع الأهل مع المعلم وأقرانه. فما أقصد لا أعني بها أنه الضغط على الطالب، وإنما يعني أنه لأن الضغط يؤدي يولد لديه حالة معاملة اليوم الأولاد كأصدقاء نقدر نفهم نفسيتهم احتياجاتهم يعني تكون أفضل أكيد يعني تفاعل دائم التواصل مع الطفل بما يلبي حاجاته ورغباته إن شاء الله. تمام، مثل ما ذكرتي يعني اليوم ما نبعدهم كل البعد بمراحل الصيف عن الدراسة طبعا خلق جو دراسي وأيضا ما نعطيهم الدلال الزايد أكيد. أنه كمان لحتى يبطلوا يدرسوا أو السوشيال ميديا أو الجوالات. واليوم ميرال يعني تجربتها أنه هي رغم عالم السوشيال ميديا اللي نحن كبير اللي نحن فيه اليوم هي في عندها موهبة عم تقضي وقتها. ميرال هي شاركت معنا بمبادرتنا لتميز بمواهبك وتفرد بإبداعك، فكانت تقدم رسومات، هي انضمت لعندي للمبادرة كانت تقدم رسومات يعني دائما تقدم شيء جديد. طبعا كان في تنافس بيني وبين الأطفال الآخرين. حلو التنافس بخير بيعطيكي طاقة حلوة لحتى تنجحي فيما بعد. اليوم نحن على أبواب الشهادة منا هيك نشد حالنا جيبي لنا حلوان بنهاية السنة بعلامات كتير ممتازة. بدنا نشكر حضورك لليوم، نتمنى لك نجاح بكل المجالات اللي بتحبيها يا ميرال. شكرا لك ايضا انسي هديه، شكرا كثير لحضورك وشكرا للرساله النبيله اللي عم تحمليها حضرتك وكثير من الاشخاص، هي رساله تربويه انسانيه تعليميه. اهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا منكم. شكرا لك. الكادر الاخباري السوريه.